فتحت البوابات لمنافسة مهرات الإنتاج عمر 3 سنوات، منافسة الميل وربع الميل بمشاركة مد العزيز، أرجوانية نافلتي والسعودية العظمى سانحة أكشا نافذة وليلك. هنا الانطلاقة تبدأ مع نافذة ابنة الحراق من الداخل فيما تمر الأفراس من أمام المنصة الرئيسية. ليلك ابنة فلاشي بول مع نواف الفيروز من الخارج تحاول الاندفاع في هذه الأثناء، بينما الانتظار للسعودية العظمى ابنة بوبيز كيتن مع عبد الله العوفي إلى ثالث المراكز، فيما مد العزيز تتابع إلى رابع المراكز. ونشاهد أيضا المحاولات كذلك للحاق من قبل رقم 6 أكشا ابنة موفق مع عبد الله الكريديس. هنا الصدارة لا زالت ما بين نافذة ابنة الحراق وليلك ابنة فلاشي بول تحاول الانطلاق في هذه الأثناء. نشاهد هنا نافذة من الداخل المهرة الحمراء في ثالث مشاركة لها في السباقات، بينما ليلك من الخارج في ثاني المراكز المهرة الزرقاء تطارد إلى ثاني المراكز. السعودية العظمى تتحرك في هذه الأثناء إلى ثالث المراكز، بينما أكشا ابنة موفق مع عبدالله الكريديس في سادس حضور. خلف الأسماء المتصدرة بشكل مباشر تحرك قوي لأرجوانية ابنة كوارتو مع خالد الميموني، بينما نشاهد أيضا انقضاض ومتابعة من قبل سانحة الأعلى تصنيف ابنة ستارفورد هيل والبالغ تصنيفها 69 من الخارج تحاول الانطلاق مع أصيل السرحاني. هنا بوابة الانتصار الدخول للأمتار الأخيرة نافذة ابنة الحراق والأم جدار كانت تشارك هنا في المصيف، تنطلق إلى المركز الأول بشعار الأبيض. هنا تنطلق وكاميليو سبينا يطلب منها المزيد والمزيد. نافذة تتجلى ما شاء الله تبارك الله في هذا الحضور بشعار الأبيض. نافذة ابنة الحراق والأم جدار المعروفة تتجلى، تحضر، تبدع. ألف مبروك للأبيض، ألف مبروك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. إذا نافذة في الحضور الثالث لها في السباقات والحضور الأول هذا الموسم، تضيف الفوز الأول في سجلها السباقي وتظفر بثامن أشواط.